النهارده الحقيقه عجبني جدا المدرب بتاع فريق ميديانا، انه عنده لعيبه صغيره بس متحفظين كويس، يعني في الشوط الاول خاصه في الشيب الدفاعي الاول، في الشوط الاول الراجل اختار انه يلعب 5-3-2 باتنين مهاجمين زقين على السنتر باكات بتوع نمره ثلاثة، لعيب كويس ده الشيب بتاعهم لما كانوا برضو احنا بنفكر الساده المشاهدين ليه الاهلي كان بيواجه صعوبات. بعد كده اللي هتشوفه يا كابتن ضياء ان هو زق الصوره اللي بقى كان زق الاثنين المهاجمين على الاثنين سنتر باكات عشان ما يخلوهمش يبداوا لعب كويس، واحد يطلع في الكره العاليه والتاني ياخد من ورا، واحد لعيب مرتين نجحت في مرتين. نمره ثلاثة ده بيتحرك كتير جدا لعيب كويس، لعيب كويس يعني. هم طبعا صغيرين لكن برضو في سذاجه في الوقفه في الديفنس، برضو صغيرين في النهايه. الشوط الاولاني الاهلي وصل بس ضيع يعني في حاجات كتير، خصوصا جابها اليمين كانت امام بصراحه عمل جيم كويس قوي هايل يعني، هو وحسين في الجبهه دي. لكن حظ الاهلي الوحش انه ما جابش جون في الشوط الاولاني. لكن انا عجبني النهارده كابتن ضياء رد فعل امام بعد استبعاده من المنتخب، لا يعني ان هو واقف على رجله نجم المباراة، نجم المباراة، كرييتيف في نص الملعب، لعيب مختلف وبوزيتيف يعني. على الجون يعني يعني بيشوط وبيعمل، لا هايل هايل. المنتخب محتاجه كتعمال، انت شايف الموضوع ده يتلم ازاي يعني؟ هو لسه ما اتلمش، المفروض يكون اتلم. هو قرار زي ما اتكلمنا قبل كده في ساعه الوقت، احنا كنا حظنا انا وكابتن ده كنا موجودين في قبل الماتشين وساعه القرار يعني، واتفقنا كلنا ان الامور دي بتعدي يعني قرار لا تقدر تلمها قرار من غير ما تطلع في العالم اتاخد في وقت، والاكيد الفيتوريا او مستر فيتوريا هيدور على مصلحه المنتخب طبعا، ان اللعيب زي كده بالاداء ده اكيد انت محتاجه في الفتره دي. طبعا بقى في لعب 6 بقى في لعب باك رايت بقى في لعب وينج كل حاجه محتاجه في كاس الامم طبعا كل حاجه بالاصول لا كله بالاصول بما لا يخل بالنظام. طبعا ده دي قاعده عامه يعني، اظن درس وصل لكل اللعيبه، درس الانضباط ده وصل لكل اللعيبه. والحمد لله ان منتخبنا يعني طلع بالست نقط مهمين جدا في الماتشين الاخرانيين. الراجل طبعا كانوا يعني صعبوا على الاهلي في اوقات كتيره بالخروج بالكوره، وزي ما حضراتكم قلتوا يعني الفريق لعيبه سنهم صغير، لعيبه عندهم انرجي عاليه جدا، ولكن في النهايه طبعا لعيبه الاهلي فرق الكواليتي اعلى بكتير من لعيبه ميدياما الغاني. والحقيقه كابتن عماد انا بصراحه عايز اشيب برضو بكهرباء، لان كهربا عنده كهربا لا عنده حس على الجول يعني. طبعا خلي بالك انا حسيت النهارده عنده الجول نشاط. الجول اللي جابه ده جون فيرويد جول راس حربة، مش من التمركز بتاعه ده تمركز متوقع ان وتحويل الكوره كوره سريعه خد بالك يعني جدا سريعه ارتو على الجون يعني متشاط امام شاط على الجون اتجاه الجون، التمركز بتاعه كويس جدا، الرقابه مش موجوده، رغبته من اول المباراه حتى في معدلات الجري والاحتكاك بتاعه حسيت ان كهربا لا برضه هو عايز يقول انا موجود، غيابه عن ماتشات الدوري مديله دافع انه يستغل الفرصه. ده اكيد برضه يا ميدو اللي هو ده بيتمرن كويس وده اللي مخلي النهارده المدير الفني يقول ان ده يبقى موجود، سواء حتى لو كان مودست موجود اظن ان كهربا مودست اتعور ان في كل الظروف اكيد يعني زي ما كنا بنتكلم ان انت بيعمل احمال تدريج الاحمال وكده ممكن وارد انه يحصل الكلام ده، لكن انت بتتكلم على كهربا راس حربه ادى دور لا هو نمره واحد هو نمره واحد كهربا وعنده رغبه على الجون في سواء في التحركات او في المتابعه او في طلب حتى في التمركزات بتاعته جوه ال 18 هو اللي حابب انه يشتغل على الجون اكتر، كان في تعاون ما بينه وما بين حسين الشحات، في تفاهم ما بينه وما بين امام، بحس ان هو بيميل اكتر يا كابتن ضياء للشغل مع الجبهه اللي هي الشمال عشان امام بيجبره على بيجبر اي حد في الحته دي عايز يلعب معاه ويروح ال 1 2 وكمان الجنب اليمين يعني هاني او كريم الناس اللي هي بتروح على الخط ما بتدخلش تلعب معاك من جوه الملعب عشان تشتغل الملعب. بالعرض وكهربا ما عندوش ان انا هطلع العب بدماغ رغم انه بيطلب في المكان ده يلعب بدماغه حتى الجون برده، لكن التمركز بتاعه تمركز زي ما طبعا ميدو قال ان هو راس حربه في مكان موجود وهتدي له ثقه اكتر في الماتشات اللي جايه. صحيح رغم ان كمان يعني حته ان انت تبقى بتقعد شويه ما تلعبش ماتشات وبعد كده تلعب دي مش سهله، محتاجه زي ما كابتن عماد بيقول تحدي كبير مركز بالنسبه له
بيتمرن كويس. فانا بحيي كهربا على ان هو دايما لما بيكون بيطلب بيبقى جاهز من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الذهنيه، مركز بشكل كويس. واللعيبه لازم تاخد حقها، يعني في لعيبه النهارده بتتعرض لانتقادات في وقت بيبقى الدنيا مش مركزين. لكن كهربا انا عمري ما اقيس لعيب هو ايه بره الملعب، مش هي دي قصتي. انا الراجل مركز مرن كويس، لانه على فكره زي ما كابتن عماد قال، هو لو ما بيتمرنش كويس لا يمكن مش هيظهر لا يمكن هيظهر بالمستوى ده. مبروك للاهلي، البدايه مهمه جدا بفوز مهم على ملعب صعب، اللعيبه يعني ما بتحبوش قوي ولا المدرب بيحبه قوي، ففوز مهم جدا في التوقيت ده للنادي الاهلي.